أرموا بالثورة للشارع ليحتضنها الشعب، مقولة تبقى خالدة خلدها محمد العربي بن مهيدي سفيرا لها عبر السنين. هكذا زارت كاميرا الأنيس بيت الشهيد الرمز محمد العربي بن مهيدي، حيث التقينا عمي عبد اللطيف بن مهيدي حفيد الشهيد بابتسامة ملؤها المحبة وكلمات تملأها المودة. استقبلنا عمي عبد اللطيف والذي قدم تصريحات حصرية ومعلومات قيمة يجهلها الكثير حول مجموعة الست. من خمسة هم، وعلى كل حال هم خمسة هاد رفيق شوية نقدم لهنا بوضياف للعرب بالمهيد. وش يجي وش من نسب بيناتهم؟ هذا ديدوش مراد نقولوا داجي معليه. وش يجي بنقول عيد للعرب بالمهيد؟ وش يجي ليه؟ لأن أم العربي بالميدي من العرش تاع بن بولعي. واش يجي بطاقة رابح للعربي بالميدي؟ لأنها ولد عمو مدي أخت رابح. أخت رابح هذا خاينة، وعلاش هما حكموا بعضها؟ عمي عبد اللطيف بن مهيدي بحسرة وألم لم يتمالك نفسه وأدمعت عيناه حينما استذكر تلك الأيام القاسية المرعبة. أصر على شباب اليوم الحفاظ على هذا الوطن الزكي المفدى واستكمال رسالة الشهداء. عربي بالمهيدي ورابح بيطار وشيحاني بشير تاع الخروب كانوا يمشيوا هنا. مش ندير لهم قهوة نشربهم قهوة. قلنا كان بوضياف، كان بن بوعيد، كان شيحاني بشير تاع الخروب، كان بيطة رابح، هذو كانوا يمشيو هنا. عربي قال لك القيبة ثورة للشارع. في مقر سكن العربي بن مهيدي كان معكم مراسل قناة الأنيسة عبد الرزاق نزار.